بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، تحل علينا نعمته وبركته الآن وكل آن وإلى دهر الدور كلها، آمين. توقفنا المرة اللي فاتت في حديثنا في الجزء الأول لهذا الموضوع عند نقطة معينة، اللي فاكر يرفع ايده. طب قول يا اللي هناك انت خالص. ايوه، اتكلمنا لما انعقد مجمع افسس 431 ونسطور لم يحضر ويوحنا الأنطاكي وسؤدوريتوس وسوفكورس ومن معهم، كانوا حوالي 26 جايين من هناك، تباطؤوا متعمدين ان هم يعني ما يكونوش موجودين في اللحظة دهيت او في الوقت ده، ولما اضطر المجمع انه ينعقد واصدر الحكم على نسطور بعد فحص كل اقواله وتعليمه وبعد رفضه للحضور، قلنا ان يوحنا الانطاكي ومن معه عقدوا مجمع مضاد مكون من عدد قليل من الأسقفة، وأصدروا أحكاما قاسية على البابا كيرلس وممنون أسقف أفسس، بل على كل أساقفة المجمع ما لم يرجعوا عن القرارات اللي خدوها. لما آباء مجمع أفسس علموا بهذا استأنفوا المجمع بجلستين استدعوا فيها يوحنا جلسة ومجاش، والجلسة اللي بعديها حكموا عليه ومن معه بالحرم والوقف عن كل الخدمات الكهنوتية ما لم يرجعوا ويتوبوا عن الموقف اللي حطوا نفسهم فيه. كان في تآمر مع بعض القادة الموالين لنسطور بالاتفاق مع الأساقفة الذين لهم فكر نسطور أيضا، إن هم يمنعوا وصول القرارات للإمبراطور، بل بالعكس أرسلوا قرارات المجمع بتاعهم وقدموا شكاوي صعب قوي في القديس البابا كيرلس وممنون أسقف أفسس باعتباره من أصل مصري، فقالوا ان فتح الكنائس على ابواب الكنائس على مصراعيها للوفد المصري وبيعاملهم معاملة كويسة وبيعامل بقية الوفود معاملة مش كويسة، نوع من التجني والادعاء الكاذب عشان يهيجوا الامبراطور عليهم. وكان في غيرة من مصر بصورة غير عادية، دايما يتهموا المصريين
ان بقى بيقدموا رشاوي ويدفعوا فلوس عشان هم اغنياء، يقولوا عشان هم ايه، يرشوا الذهب في كل مكان. وده يبين لكم قد ايه كان وضع مصر في ذلك الزمان. طبعا لما وصل للإمبراطور هذا الأمر، صدرت الأوامر إن قيدوا البابا كيرلس هو وممنون بصفة خاصة. فالمجمع فكروا في حيلة زي ما توقفنا المرة اللي فاتت، إن شافوا جابوا راهب تقي وتزيّ بزي واحد شحات عشان يقدر يمر، وأرفقوا معاه أو ادوله القرارات بتاع المجمع برسالة للإمبراطور شرحوا له فيها برضو بعض الأمور، حطوها في عصاية مجوفة الرهب ده يتوكأ عليها. بالفعل قدر يعدي منهم، لكن ازاي قلنا هيوصل للإمبراطور، وازاي يقابله ويوصل الحاجات دهيت، ما برضو مش اي حد كان يقدر يوصل للإمبراطور. فتوجه الى 2 من شيوخ البرية، آباء الرهبنة الكبار اللي موجودين في تبع القسطنطينية، ومعروف حبهم وانتمائهم الفكري والإيماني لإيمان كنيسة الإسكندرية وتقديرهم لها جدا، لأن طبعا الرهبان في العالم كله كانوا دايما أنظرهم على مصر، لأن الرهبنة نشأت في مصر، وشهرة آباء مصر القديسين كانت مالية المسكونة كلها. ففي 2 كان الإمبراطور يقدرهم جدا ويحبهم ويحترمهم، كانوا متوحدين في المغاير، ما كانوش يخرجوا أبدا، لدرجة لما الإمبراطور يحب ياخد بركتهم ويقابلهم كان هو بنفسه اللي يروح له. فالراهب خد القرارات دهيت وراح عندهم، بمجرد ما تسلموا قرارات المجمع وقرأوا ما فيها وعرفوا اللي حصل للبابا كيرلس، تأثروا جدا وخدوا موقف فوري ان الحاجات دي لازم توصل للإمبراطور فورا، فتركوا مغايرهم خرجوا بأنفسهم يحملون هذه القرارات والمستندات والرسائل. لما خرجوا لهم عشرات السنين قابعين في مكانهم لا يخرجون منه، فكل الآباء الرهبان شوفوهم كانوا مين دول بقى الاتنين دول، واحد اسمه دلماطيوس والآخر أطاخي. فخرجوا وراءهم، بقى جمهرة من رهبان البرية.
طبعا لما دخلوا المدينة ارتجت المدينة كلها. آباء البرية تقدمهم الشيوخ الكبار اللي كانوا بيسمعوا عنهم، فطبعا المشوار طويل. فرغم أنهم تركوا البرية لكنهم لم يتركوا تسبيحهم وصلواتهم، فقضوا طول الطريق في التسبيح يربوا مع بعض، فكان موكب روحاني جميل. حينما نما إلى علم الإمبراطور هذا الأمر، استقبلهم واستلم قرارات المجمع والرسائل الموضوع اللي اتبعتت له، فأمر بالحال أن يفرج عن البابا كيريلوس وأن يستدعي 8 من كل فريق، 8 من آباء مجمع أفسس والـ8 من الفريق الثاني. فراح له 8 من كل فريق، البابا كيرلس ما راحش. الفريق الثاني راحوا بقيادة سؤدوريتوس اللي هو أكبر معضد لنصور وأكتر واحد يعني واخد موقف عدائي من البابا كيرلس. فسؤدوريتوس ده حاول يستغل الموقف ان البابا كيرلس مش موجود، وطلب ان يفحص الامر من جديد ويفحص الموضوع من جديد في وجود الثمانية والثمانية دول. فرفض الإمبراطور واعتمد قرارات المجمع المسكوني واستدعى الأساقفة ليقوموا برسامة أسقف آخر بدلا من نسطور، لأن أمر بنفيه. وبالفعل اجتمع الأساقفة واختاروا واحد اسمه ماكسيميانوس ورسموه أسقفا أو بطريركا على القسطنطينية. ثم رجع الأساقفة إلى كراسيهم، وهنا الإمبراطور رغم أنه نفذ قرارات مجمع أفسس إلا أنه لم يكن حازما أو يعني خد موقف مع فريق الشرقيين اللي هم بتوع يوحنا الأنطاكي ومن معه. ورغم أنه كان تعامل معهم باللين إلا أنهم خرجوا محتجين متذمرين وقالوا له ما تنساش برضو انك الامبراطور بتاعنا زي ما الامبراطور بتاعهم، وان الشرق ليس بصغير في المملكة. يعني خرجوا كأنهم مظلومين او كأنه نصر عليهم الفريق التاني وهم قلة اصلا، وتصرفوا باسلوب وبطريقة غير شرعية. فترسم ماكسيميانوس بدل نسطور، ورجعوا الأساقفة إلى كراسيهم. ورغم أن أساقفة الشرق وأنطاكيا رجعوا، إلا أنهم ظلوا في عزلة، مفيش شركة بينهم
وبين بقية الكنائس المسكونة كلها، لأن صادر حكم عليهم من مجمع أفسس أن يظلوا يعني ما مفروزين ومحرومين من الشركة ما لم يرجعوا ويتوبوا عن موقفهم اللي هم واخدينه. البابا كيرلس رجع إلى الإسكندرية مجهد جدا لأنه عانى كثيرا جسديا ونفسيا وإنسانيا، رغم أنه خرج من أجل الإيمان بقلب مستقيم وبروح نقية، إلا أنه عومل بطريقة لا تليق، ورغم كده كانوا يدعوا أنه يعني استخدم نفوذه وأموال وغيره وكثير من الاتهامات الظالمة الباطلة. الكلام ده كان سنة 431، ظل الأمر هكذا والشرقيين في عزلة وفي قطيعة من شركة الكنيسة الجامعة. بعد فترة في سنة 432 بمساعي من ماكسيميانوس اللي هو بطرق القسطنطينية الجديد، قعد يلح على الإمبراطور إنه يحاول رأب الصدع أو يعني لم شمل الكنيسة بأن يحاول إرجاع بتوع أنطاكيا ومن يواليهم من المعارضين لمجمع أفسس، لأن مش كلهم على فكرة، كان في واحد اسمه رابولا أسقف الرها كان محب للبابا كيرلس ورأيه من رأي مجمع أفسس، فمجمع أفسس خد موقف من المجموعة دي بس مش من الكل. فبمساعي من ماكسيميانوس ففي عام 432 جابوا واحد طيب أسقف من أساقفة الشرق اسمه أكاكيوس أسقف حلب، وكان في قديس مشهور في ذلك الوقت القديس سمعان العمودي، عشان يكونوا وسطاء يحاولوا كده ايه يعقلوا المجموعة المنحرفة دهيت ان يرجعوا لحضن الكنيسة. وربما دي كانت حكمة من الامبراطور، ما خدش موقف صارم في الاول، لعل وعسى يديهم فرصة ان هم ايه يتعقلوا الامر ويرجعوا. فلما أكاكيوس أسقف حلب تدخل والإمبراطور كلف واحد اسمه أرسطولاوس من القادة الكبار إنه يتابع هذا الأمر، فراح اتكلم معاهم قالوا له إحنا يعني ناس بتوع السلام وما عندناش مانع أبدا نبقى في شركة وسلام مع الكنيسة، ملناش غير طلب واحد بس، ان البابا كيرلس يتراجع عن كتاباته ولا سيما البنود الاثناشر. لان فيها فكرة أبوليناريوس انه بيقول بالطبيعة الواحدة، انا شرحت لكم المره اللي فاتت
إن حسب فكر مدرسة أنطاكيا في ذلك الوقت، إن يقول طبيعة واحدة يبقى معناته في حاجة تلاشت، إن الناسوت ناقص. فاكرين ولا نسيتوا؟ فإن البابا كيرلس أو الكنيسة دول طبيعة واحدة، يبقى مهما قالوا لهم بقى لأ ده المسيح كامل في ناسوته، لأ، لأن هي التركيبة داخلة في دماغهم كده، طالما واحدة يبقى في حاجة إيه؟ ناقصة. أكاكيوس ده كان راجل طيب، فخد الكلام بعبله على حاله كده ووصله لمين؟ للبابا كيرلس. وكأني الخلاف خلاف شخصي، طب هما ليه اهتموا ان يودوه للبابا كيرلس؟ او ليه اهتموا ان الصلح يتم عن طريق البابا كيرلس؟ مع ان الخصومة كانت مع المجمع كله، اشمعنى خصوا البابا كيرلس في هذا الامر؟ ده سؤال. لا، اللي عايز يرفع ايده، ما احبش الهيصة دهيت. قول وانت قاعد. لان هو بصفته رئيس المجمع فيمثل المجمع كله، بالإضافة إن المجمع بنى قراراته بناء على كتابات ومفاهيم وتعاليم البابا كيرلس. فطبعا البابا كيرلس لما شاف كده قال هما دول كده طالبين سلام ولا بيزودوا الإساءة، بيزودوا الخطأ؟ قال أنا من جهة الأذى الشخصي اللي وقع عليا من إساءة وإهانات وإدعاءات باطلة كاذبة، أنا متسامح فيها من أجل الله، لكن ده في قرارات مجمع والكتابات اللي بيقولوا عليها دهيت أقرها المجمع وأقرها لأنها كتبت بحق وتحمل تعاليم صحيحة. فأولا ليس له سلطان أن يغير أو يخالف قرارات المجمع. ثانيا وهو الأهم، كيف يلغيها وهي صحيحة؟ معنى كده أن الدستور صح وأن الحكم عليه حكم ظالم. إزاي هو ده يبقى صلح؟ بدل هم ناس محرومة تيجي بتملي شروطها، ده المجمع حارمهم، يقولوا المجمع يغير قراراته ونبقى في صلح معاه؟ حاجات غريبة. حاجات غريبة. فطبعا أرسطولوس ده كان قائد بيوصل الرسائل، لكن كان ذكي وبيفهم برضه. لقى الكلام بتاع القديس كيرلس مظبوط واقعي، فخد بعضه وراح لهم قال لهم الوضع كذا كذا، البابا كيرلس رغم المعاناة اللي عناها منكم والإساءات اللي وجهت ليه، الراجل متسامح عن كل هذا بشرط تخضعوا لقرارات المجمع. ان دلوقتي جيت لكم ورحت لهم، هو مش طالب اكتر من، وده اللي الامبراطور طلبه مني لما كلف أرسطولاوس
حدد له، قال له انت تروح لهم وتبلغهم ان يتراجعوا عن موقفهم ويتبعوا قرارات المجمع، وانا واثق ان البابا كيرلس طالما تراجعوا هيقبلهم على طول، لان دي حتى توصية الامبراطور. فلقاهم مش دغري يقولوا احنا بتوع السلام وكده، ولكن في الواقع يعملوا العكس. فراح حصل ايه؟ لما لقوه كده بدأ هيشد عليهم وبقوا مكشوفين، التجأوا لحيلة اخرى. من النهاردة هتشوفوا حيل كتيرة قوي، طريقة غير عادية، وده اللي يوريكوا بقى الفرق بين الإيمان المستقيم. تبص تلاقي أصحاب الإيمان المستقيم دايما مستقيمين في كلامهم في أفعالهم، لما بيبقى في انحراف في الإيمان بيتبعوا على طول انحراف في السلوك وفي الحياة. فلما قال لهم كده فلجأوا لحيلة أخرى، جابوا واحد طيب قوي وقديس وراجل حلو خالص اسمه بولس أسقف حمص، وكان مشهور الراجل ده بالتقوى والطيبة والروحانية، وهو كذلك فعلا، هو برضو من هناك لكن ملوش الأفكار بتاعته ده هي. فقالوا له انت تروح تنوب عننا وتمثلنا في عمل التصالح مع البابا كيرلس. احنا ملناش طلبات عنده غير بس ان يتراجع عن البنود الاتناشر اللي هو كاتبهم، وبعض الكتابات اللي هي ايه فيها تعليم أبوليناريوس. هو الراجل ما كانش لاهوتي قوي وكان طيب وبسيط، فخد بعضه ورحل الإسكندرية. عقبال ما وصل كان في أواخر سنة 432. لما وصل للأسف الشديد كان البابا كيرلس مريض جدا ورائد مريض، مش قادر لا يقابل حد ولا يتكلم مع حد. ما الإجهاد والصراعات دي بتتعب الصحة. فقالوا له ده بولس أسقف حمص جاي عشان يقابلك. فبمجرد كده ما شم نفسه وقادر يقابل فقابله بعديها بيومين، ما طولش عليه، رحب بيه وسلم عليه. قال له احنا جايين بقى عشان ايه نصفي كل حاجة والدنيا تبقى كويسة. هو كان راجل طيب وهم الناس يعني مش عايزين غير الصلح وكويسين وما لهمش طلبات كتيرة غير بس انك تتراجع عن البنود الاتناشر والتعليم بعد التعليم. فالبابا كيرلس قال له بدل ما يعتذروا على الإهانة بيضيفوا إهانة أخرى تانية، بيضيفوا إهانات أخرى ليا. بولس أسقف حمص قال له أنه متأسف، أنا ما أعرفش، أنا ما أقصدش على الإطلاق، ما أقصدش على الإيه الإطلاق، أنا أخطيت، يعني ما فيش، مش في نيتي أبدا إن إهانة ولا غيره، إن ده حاجة هتهينة. وكان راجل بسيط. قال له شوف بقى، يعني أنا
زي ما قلت قبل كده، متنازل عن كل الإهانات الشخصية، ومش هطلب غير اللي حددوا مجمع أفسس، لأن أنا ما أقدرش أخالف قرارات المجمع. ويتلخص في الآتي: أولا الإقرار والاعتراف بأن كتاباتي كتبت بحق وسليمة، ولا سيما البنود الاثناشر طبعا، وإلا هيبقى إيمانهم غير كده، هيبقى إيمانهم إيه؟ مش مظبوط. إزاي هنعمل شركة معاهم؟ ثانيا يعترفوا بعزل نسطور أو يعزلوا نسطور رسمي، وبالتالي يعترفوا بماكسيميانوس كخليفة لنسطور، ويقروا صراحة بأن السيدة العذراء هي والدة الإله، إن كتاباته بحق، عزل نسطور، الاعتراف بماكسيميانوس، العذراء والدة الإيه؟ أربع حاجات. قال له ما لم يوقعوا على ذلك مش هيبقى فيه شركة. أنا مش طالب أي حاجة شخصية ولا اعتذار شخصي ولا رد اعتبار ولا أي حاجة تخصني، مش عايز ما يخصني أنا على الإطلاق. النهاردة النهار ما حد يسيء لحد يقولك لا ده لازم يجي ويعتذر ويعمل مطانية ويعمل ويسوي. البابا كيرلس ما عملش كده، قال متنازل عن كل هذا، لكن ما يخص الإيمان ده ما أقدرش، مش سلطتي. بولس أصوف حمص قال له بس كده أنا أقررك بكل هذا، هات الحاجات دي كلها كتبها ووقع عليها وصلى قداس هناك وقداس تاني، يعني خلاه صلى، بدأ يبقى في شركة بقى، صلى معاهم قداسين. عايز حاجة تاني؟ قالوا لا مش عاوز اكتر من كده، يعني خلاص بقى بقى صافي معاهم. قالوا لا صافي معاك انت، انت وقعت خلاص، لكن هم لازم يوقعوا، هم مقرين باعتينه على اساس حتى لو واحد وقع وهم بقى ايه يبقوا خلاص. لا قال له لا، اللي هم يوقعوا اديهم خطاب الشركة، لازم هم يوقعوا. فبولس أصوف حمص راجل طيب، هو شايف ان الكلام اللي بيقوله القديس كيرلس كلام مظبوط، طول عمر الكنيسة العذراء والدة الإله طبعا، نصورة عزل عشان بيقول غير كده، ماكسيميانوس يجي بداله شيء طبيعي، كتابات القديس كيرلس الصحيحة صحيح، يعني كلام قدامه هو الراجل ما فيش أي اعتراض على كده. فبولس قال له أنا ما عنديش مانع، أنا موافق على كده، ناخد لهم الحاجات دهية ويوقعوا عليها. ليك طلبات تاني؟ قال له لا. قال له طيب بقى عشان إيه الفرحة تبقى كبيرة، كان في بعض مواضيع كده يعني جانبية، يعني هما برضو كانوا موصيني اتكلم معاك فيها. قال له اتفضل. قال له ايه رأيك في رسالة القديس أثناسيوس الى أبكتيتوس؟ بابا أثناسيوس الكبير. قال له طبعا ده ابونا كلنا،
وكل ما كتب يمثل الإيمان الصحيح، بس بشرط يكون الرسالة سليمة ما حصلش فيها تزوير، لأن كان في بعض الهراطقة يجيبوا كتابات الآباء ويروحوا حاطين فيها حرف ولا كلمة تغير المعنى. قال له هي معايا، قال له هاتها هنقارنها على النسخة الأصلية اللي في الخزانة عندنا. ماشي بابا كيرلس، هاتوا الرسالة بتاع البابا أثناسيوس اللي في الخزانة بتاعتنا. جابوها وجابوا الرسالة اللي جايبها بولس أصفحمس معاه، لقوا فيها ايه؟ تزوير. عشان كده بقول لك يا ولاد خلي بالكم، مش كل حاجة تنسب للآباء بيبقى شرط انها لازم تكون سليمة، لازم نتحقق من سلامتها اولا، انها بالفعل هي اللي كتبها الآباء. قال ياه، قال له عموما ما تزعلش، احنا هننسخ لك نسخة من اللي عندنا ونديها لكم تبقى معاكم. فنسخوا له نسخة وادوها له. دي كان أول حاجة، موضوعه اتقفل. في موضوع تاني قال له طيب، كان في أربعة حرمهم ماكسيميانوس، أربعة من الإكليروس حرمهم ماكسيميانوس اللي هو جه بدل مين؟ بدل نسطور. فعايزينك ترفع الحرم عنهم عشان الفرحة تكمل بقى. قال له أهو ده اللي مش ممكن أبداً، وخصوصا ان كان ماكسيميانوس بعت رسالة للاباء الاسقف الكبار ومنهم للبابا كيرلس، قال له خلي بالك في ناس حرمتهم عشان ليهم اخطاء كذا وكذا، ليلفوا حواليك وييجوا يعني ايه ياخدوا حل ولا حاجة. فقال مش ممكن، لان دول اتحرموا بناء على أخطاء. ثانيا المبدأ الكنسي إن اللي يحل هو اللي حرم هو اللي يحل، ما يصحش واحد يحرم والتاني يحلل، اللي حرم هو اللي إيه يدي الحل. التقاليد الكنسية تقول كده، ما ينفعش واحد يكون اتحرم من اب اسف واحد تاني يقول له لا طب تعالى الله يحلك انا محلك، ما ينفعش. فقال له ما ينفعش، لان ده اتحكم عليهم في مجمع مكاني وانا ما اقدرش احلل ناس اتحكم عليهم، لا اللي حرمهم هو اللي ايه يحللهم في حالة ان هم تراجعوا عن الاخطاء اللي اتحرموا عشانها. يبقى ده تاني ايه حاجة، دي حاجات بعيدة عن الايه موضوع ان ينضموا للشركة ويبقى في تصالح في موضوع الايمان، دي مواضيع ايه اخرى خالص. قال له طيب في موضوع تالت، قال له خير، قال له الحقيقة في ناس ما تزعلش مني بيقولوا عليك هناك انك ابوليناري، انك ابولي ايه ابوليناري. فهم كتبوا رد عليهم، كتبوا رد على ايه ليهم. فايه رأيك فيه؟ فالبابا كيرلس شاف او كتبوا عرض ايمان، يعني عرض ايمان
عشان يردوا بي على عليهم. فلقى في عرض الإيمان ده أقر فيه أن العذراء والدة الإله. ماشي، أن حدث اتحاد بين الطبيعتين مش مصاحبة أو مرافقة زي ما قالنا الصور. حدث اتحاد بين الطبيعتين ماشي، لكن ما كتبوش نتيجة الاتحاد ده ايه، بل بالعكس في كلام ممكن يأول كده ويأول كده. فالبابا كورولوس يقول له طب ودي بقى ايه، يروح بولس مفسرها تفسير ارثوذكسي، لا ده يقصده كذا كذا كذا، طب ده يقصده كذا كذا، يفسر بتفسير يتفق مع الإيمان الأرثوذكسي. فالبابا كيرلس قال له أنا هكتب أنا رد على اللي بيدعوا إن أنا أبو ليناري. فكتب رسالة قال أرسل إلينا إخواتنا الشرقيين عرض إيمان للي بيقولوا علينا لنا فكرة أبو ليناريوس بيقولوا فيه كذا 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 كذا. أما بالنسبة بقى للي بيتهمونا فردي أهو، فخلى الرد بتاعهم خاص بيهم بناء على تفسير مين؟ بولس أصف حمص، وكتب رد خاص بيه على اللي بيتهموه أبو ليناري. وبعدين جاب اتنين من الشمامسة هيسافروا مع بولس أصف حمص وأرسطولاوس، قال لهم هتروحوا هناك ما تدوش خطاب الشركة ليوحنا الأنطاكي إلا قبل ما يوقع على الشروط اللي حطها مجمع أفسس، ومن ضمنها الإقرار بأن تعاليم القديس كورولوس سليمة، ولا سيما البنود 12 اللي هو على أساسها ممكن يفسر بقى أي حاجة تاني. فراحوا بالفعل، وبعدين هناك استنوا يومين في ناس مش عايزة توقع، وأرسطولاوس قعد لهم هتوقع ولا هطلع على الإمبراطور عدل أقول له على اللي حصل. ففيه يوحنا وقع ومجموعة وقعت ومجموعة تاني ما وقعتش. فلما وقع يوحنا وشوية من اللي معاه راحوا الشماسين ادوله خطاب الايه الشارك، ورجعوا للبابا كيرلس حكوله. رغم الاحداث دي كلها البابا كيرلس فرح، قال نشكر الله السلام احسن طالما اقروا ان كتاباتي مظبوطة وأقروا بعزل نسطور وماكسيميانوس أقروا بيه والعذراء والدة الإله. خلاص إذا كان لحق بي إهانات أهي من أجل الله وخلاص. وبدأ يبقى فرحان ويحكي للآخرين. ويوحنا الأنطاكي نفسه راح كتب ثلاث رسائل شرح فيها اللي حصل في المصالحة ازاي بالضبط، اللي هم عملوه اللي هي الشروط اللي حطها مجمع أفسس، وبعد جواب منهم للبابا كيرلس ولماكسيميانوس اللي هو بعد بدل نسطور والأسقف روما. ما فيش سير على اي حاجة تاني في الخطابات دهيت غير ان هم وقعوا على قرارات مجمع أفسس.
بعد شوية أحباء البابا كيرلس اللي يحبوه يثقوا فيه، بس لقى بيبعتوله رسائل عتاب شديدة اللهجة، ما كانش العشم. تتراجع عن البنود الاثناشر وتعمل وثيقة مصالحة بإيمان مخالف لإيمانك، بيقولوا لهم اوعوا تصدقوا الناس اللي عايزة توقع، في ناس ما بتحبش الكنيسة تبقى في حالة سلام وصلح، احنا ما عملناش كده، احنا لسنا بأغبياء عشان نتراجع عن ما كتبنا. ما تسمعوش كل إشاعة. وبدأ ياخد موقف مدافع عن مين؟ عن الشرقيين اللي هم بتوع أنطاكيا في ذلك الوقت، لأنه هو عارف عملوا إيه، ده وقعوا قصاده وأقروا بالشروط اللي قالها مجمع أفسس بالكامل. شوية بشوية بص لقى الموضوع بيزيد، وبعد كده تأكد وتيقن تماما من مين اللي بيقول الادعاءات دهيت، اللي هم الأسقفة اللي هناك اللي عملوا كده. ادعوا ان المصالحة تمت زي ما كانوا هم عايزين، قالوا احنا ما قبلناش الصلح غير لما تراجع تماما عن كتاباته وعن البنود الاثناشر، واقر ان المسيح في طبعتين وفي وثيقة مصالحة تم توقيعها، اللي هي عرض الايمان اللي قالوا هنرد بيه على ايه، على اللي بيتهموك، وكتبوا فيه قد تم اتحاد بين الطبعتين. وبدأوا يدعوا ان عرض الايمان ده هو وثيقة المصالحة اللي على اساسها تم الصلح. فطبعا البابا كيرلس دخل في صراع جديد، لكن الصراع ده رغم ان كان مجهد ليه، لكن كان فرصة يخرج بقى حاجات كتيرة في الشرح، بقت تراث للكنيسة. وقال صراحة إننا لم نصدر بيانا جديدا للإيمان، ولم نقبل بيانا صاغه آخرون، ده هو حتى لما كتبوا كده ميز بين كلامهم وكلامه، قال انا ردي اهو، قال له كتب الشرقيون في الرد، كانوا شرح ازاي كانوا بيدعوا ان هيردوا على اللي بيدعوا انه أبلوناري، ان العذراء والدة الاله، وانه حدث اتحاد بين الطبيعتين، ثم اضافوا خلسة بعض التعليم التي تظهر أنهم لم يكونوا أنقياء تماما من هذا النسطور. وأكد أن المسيح طبيعة واحدة، قالوا له طب هم كانوا كتبوا أنه حدث اتحاد، قال طب ما طبعا حدث اتحاد، ولكن بمجرد ذكر الاتحاد تبطل الإثنينية، لا نتكلم بعد عن طبيعتين بل طبيعة واحدة. وقعد يشرح الإيمان وهم يدعوا أن القديس كيرلس تراجع عن بلون الاثناشر وأقر بالطبيعتين. والناس، في ناس بسطة ممكن تصدق، يعني البابا كيرلس خلاص أقر بالطبيعتين، يبقى خلاص بقى احنا نقول طبيعتين، كنوع من الخداع عشان يخدعوا
الناس. فضل طول على مدى سنوات القديس كورولوس يشرح هذا الأمر ويشرح حتى يوحنا الأنطاكي لما بعت الرسائل تمت المصالحة لم يذكر إلا المصالحة كانت هي التوقيع على قرارات مجمع أفسس دي اللي قابلهم على أساسها. جه بعد كده المواضيع دي لما انتشرت وكان في ناس لسه موقعوش على قرارات مجمع أفسس، فالإمبراطور انتظر لغاية سنة 435 ما كانش خد موقف من اللي رفضوا التوقيع على قرارات مجمع أفسس، وقال أي حد مش هيوقع هيتم عزله. فكله بقى كش ملك، طب خلاص هنوقع، مين اللي يعتمد التوقيع؟ مفروض البابا كيرلس. فلما البعض الامبراطور قال عايزين يوقعوا، خد درس بقى من المرة اللي فاتت، ما اكتفاش بكده، قال لا ده انا المرة دي هكتب بقى فعلا صيغة محددة للإيمان، كتب فيها صراحة الطبيعة الواحدة. السيد المسيح له طبيعة واحدة للإله المتجسد تجمع خصائص الطبيعتين بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير. طبعا الخلقدونيين يداروا الوثيقة دي دلوقتي، لكن موجودة في بعض مراجعهم، أنا جايبها من عندهم برضو مش من عندنا. لما الموضوع بقى معلن صراحة والتصريح بالإيمان السليم والواضح والكل أعلن حرمه للنسطور، بدأوا أتباع الفكر بتاعه برضو يتبعوا وسيلة أخرى. طب نسطور اتحكم عليه وكلنا حكمنا عليه، طب يجيبوا تعليمه بس بتاعت أستاذه واحد اسمه ديودور أساتذة نسطور، كان ليهم كتابات وتعليم اللي هي نفسها بيقولها ايه نسطور، لكن دول كانوا قبل نسطور لكن ما كانش صدر عليهم حكم، فبدأوا ينشروها فبدأ البابا كيرلس يرد عليها يقول المجمع لما حكم على نسطور ما حكمش على شخصه وبس، حكم على إيمانه، سواء اللي بيقول عليه قبل كده من قبل نسطور يعتبر محكوم عليه وما بعده كمان، قبله وما بعده. كان في الوقت ده كان من بداية ما بدأوا يعملوا المصالحات، والبابا كيرلس بيواجه لوحده، كان هو اللي ربنا مديله النعمة والموهبة القوية دهيت، فأجهد. فمرة خلى شماسه أبي فانيوس يكتب رسالة لماكسيميانوس أسقف القسطنطينية يقول له سيدي بيجاهد لوحده، يا ريت تتعاونوا معاه شوية، كله اتكل على البابا كيرلس وهو الحمل كله عليه، وقال له اسأل القديس أطاخي انه يصلي ويعددنا. أطاخي اللي هو احد الرهبان اللي كانوا خرجوا ووصلوا قرارات الامبراطور. فضلوا يتبعوا هذا الاسلوب. كان في اسقف من الشرق اسمه رابولا اسقف الرها، كان راجل قديس وارثوذكسي ويحب البابا كيرلس قوي،
كان عنده قسيس فرها اسمه هيبة. هيبة ده كتب كتابات فيها إساءة للبابا كيرلس وللأسقف بتاعه رابولا أسقف الرها، وكتبوا في رسالة لواحد اسمه ماري الفارسي. بعد فترة بسيطة تنيح القديس رابولا دوت، وكان هيبة دوت معروف اتجاهه ايه وكتب ضد مين، وكتب يدعي ان القديس كيرلس تراجع عن ايمانه وعمل صيغة للمصالحة 433، ولغاية دلوقتي بيدعوا ان في صيغة مصالحة بتاعت 433 اللي هي الادعاء اللي ادعوه في حياة البابا كيرلس، ما زال الخلق دنيا يدعوه اللي دلوقتي. فلما تنيح القديس رابولا نفاجأ بيوحنا الأنطاك يرسم مين بداله؟ هيبة. يعني في مع سبق الإصرار والترصد بيشوفوا مين اللي فكره مناهض للفكر الأرثوذكسي ويعضدوا بيه الساحة. والقديس كيرلس لم يهدأ، ويطلع لنا كنوز حلوة ورسائل وكتابات شرح فيها الإيمان بالتجسد، ما زالت كنز في الكنيسة الجامعة. سنة 442 مات يوحنا الأنطاكي، راح سؤدوريتوس أسقف قورش اللي هو قريب نصور، خلى ابن أخو يوحنا الأنطاكي نصبوه بطرق بدون رسامة، وكان شخصيته ضعيف، وأصبح مين المهيمن على المنطقة هناك؟ سؤدوريتوس، وهو برضو اللي كان كتب عرض الإيمان اللي هو بيقولوا اللي هيردوا بيه على اللي بيتهموا بيه البابا كيرلس، واللي هو ادعوا ان هو ده صيغة المصالحة. الدنيا عمالة الادعاءات شغالة، وما كانش في قوة في المسكونة في التعليم زي قوة كنيسة الإسكندرية، فالحمل كان كبير على أبائنا. أما جت سنة 444 البابا كيرلس كان أنهك جسدياً، وربنا قال له كفاك تعبا، وتنيح تاركا للكنيسة الجامعة تراث عظيم من الشروحات والكتابات الكتابية واللاهوتية، تعتبر كنز كبير للكنيسة الجامعة. مين جه بعديه؟ مين اللي جيت رسم بعد البابا كيرلس؟ البابا ديوسكوروس، وكان من تلاميذه، ولجل حظه ورث تركة صعبة. لما تنيح البابا كيرلس، عادة لما حد بينتقل
حتى لو له أعداء تبص تلاقي لحظة الموت ليها هيبتها، ليها وقارها، الناس تخشع. لكن هل تتصوروا أن هؤلاء المنحرفين في الإيمان كانوا منحرفين في كل حاجة؟ كتبوا كتابات ضد البابا كيرلس فيها إساءة بعد نياحته. سؤدوريتوس أسقف كورش جاء، خلي بالكم اللي هيهتم بدراسة الموضوع ده لازم الاسم ده يبقى صاحي عنده قوي. كتب يقول أخيرا مات الفرعون. ما هم متعقدين من مصر، صحيح بجد الأشرار عمرهم بيطول، مع أن القديس البابا كيرلس كل اللي عاش حوالي 70 سنة. وبدأوا يتطولوا عليه، وجي البابا ديوسكورس في هذه الظروف. كان ديمنوس بترك لأنطاكيا شخصية ضعيفة، ومين اللي بيقود الدنيا هناك؟ سؤدوريتوس. كان ماكسيميانوس بترك القسطنطينية انتقل، وجي واحد بعده اسمه بروكلوس كان طاقي وكويس. لما تنيح بروكلوس جابوا بعض واحد تبعهم اسمه فليبيانوس، وبدأ سؤدوريتوس يثير الادعاءات والإشاعات ان البابا كيرلس تراجع عن فكره وتراجع عن البنود الاثناشر، وادي صيغة المصالحة هي يجيب عرض الإيمان اللي هو كان كتبه للبابا كيرلس ما اعتمدوش، وقال صراحة ده كلامهم هم، يقول ده كلامه هو مش كلامي. أما بيقولوا مش هو ده عرض الإيمان اللي قال لي، لا ده كلامه هو مش كلامي أنا، ده هم اللي قالوا كده أنا ما قلتش كده، ده البابا كيرلس بنفسه. فعمال يشيع بهذا، وعمالين يضطهدوا الأرثوذكس كمان، مش مجرد كده وبس، يضطهدوا الأرثوذكس ويرسموا كهنة وأسقف لهم نفس الفكر، لدرجة جي ديمنوس بمشورة سؤدوريتوس رسموا على صور واحد لا علاقة له بالكهنوت على الإطلاق، رسموا أسقف على صور. انتوا سمعتوا اسمه مني المرة اللي فاتت، فاكرين لما قلت لكم الامبراطور كلف مين بحفظ النظام في مجمع افسس؟ واحد اسمه كانديديانوس، وفي واحد صاحب للنسطور تطوع من نفسه كده اسمه ايه؟ اللي هيقوله يبقى شاطر. لا ما ندوسك، لما قلتوش مش هتبقى شاطر، لازم تبقى عارفه طبعا. ايوه اسمه ايه؟ إيريناوس. ده كان قائد عسكري مش كده وبس، وكان متجوز مرتين. يعني ما ينفعش ابدا، لكن لانه كان صديق حميم وله نفس الفكر خلوه ينفع، ورسموه اسقف على ايه؟ على صور. والبابا ديوسكوروس مش ملاحق بقى هنا وهنا. مين اللي كان بيساعده باخلاص؟ كان في واحد في القسطنطينية
فضل طول عمره صديق حميم ومعضد للبابا كيرلس ومن بعده البابا ديسكوروس. الشخص ده مين هو؟ وطاخي. وطاخي كان على دراية بالادعاءات اللي بيدعوها ضد البابا كيرلس وخصوصا حوالين مصالحة 433. هل هي التوقيع على قرارات مجمع أفسس أم زي ما بيدعوا إن في صيغة جديدة للمصالحة فيها أقر البابا كيرلس بالطبعتين؟ فعمل إيه أوطاخي؟ أوطاخي كان أب روحي لواحد من القادة اللي في البلاط، فكان يقدر يوصل للإمبراطور أي شكوى أو أي حاجة عايزين يوصلوها له. فلما كان سقودوريته زي الديدبان كده، كان ديمنوس بطرق أنطاكيا ما ينادلوش غير يا أبي، وكان عامل له قلاية عنده في أنطاكيا وسايب أبروشيته كورش وقاعد شبه مقيم هناك وعمال رايح جاي يقلب الدنيا ويهيج الدنيا. مين وصل هذا الأمر للإمبراطور؟ أوطاخي. قال له ده غير، أنا خلي بالكم الحاجات اللي بقولها لكم دي يا ولاد موجز ملخص، الموضوع ده بندرسه بالتفصيل في الكورسات اللاهوتية المتخصصة بتاع تاريخ الفكر الكريستولوجي. لغاية دلوقتي خدنا أكتر من 18 أو 19 محاضرة ولسه ما خلصناش. أنا بقول لكم يعني إيه فكرة لحسن تفتكروا انكم بيتشرح لكم بالتفصيل، ده احنا بنجيب الخلاصة يعني. فلما أوطاخي وصل للإمبراطور كده، الإمبراطور أصدر أمر بأن يلزم سؤودوريتوس أبروشيته، ما يروحش أنطاكيا ولا هنا ولا هنا، لأنه كان شبه مقيم في أنطاكيا، ما بين أنطاكيا والقسطنطينية رايح جاي هيج الدنيا. وراح عمل حاجة كمان، صعد للإمبراطور حكاية رسامة إيريناوس. قال له ده رسمه إيريناوس القائد الفاسد اللي كان شغال في عندك واللي كان متجوز مرتين. فالإمبراطور لما عرف وشاف بلاويه اللي عاملها أمر بعزله. بقى مين الشوكة اللي في الظهر دلوقتي؟ أوطاخي. حصل بعد كده، اول لما لقاه عمل كده راح سيودوريتوس خد بعضه وطلع على اسقف روما. كان قبل كده اسقف روما راجل طيب صديق للبابا كيرلس كليستين، جه بعده لون دوت كان شخصية مختلفة تماما عن اللي قبله. فسؤودوريتوس خد شوية هدايا محترمة وراح رايح على أسقف روما. قال له معقولة تبقى أنت موجود وبطرك الإسكندرية طايح فينا كده، طايح في الكل؟
ده قصف روما دي بتاع العاصمة، عاصمة الإمبراطورية كلها، مفروض الكلمة العليا تبقى ليك. ازاي تسيب بطرك الإسكندرية عامل كده فينا؟ فالكلام جاي على هوا مين؟ لاون شخصيته كانت كده. قال له انت تكتب تحديد للإيمان والكل يلتزم بيه، انت شايف كده يعني؟ هو ايه المشكلة دلوقتي؟ قال له ما هو المشكلة دلوقتي عن طبيعة السيد المسيح. طبعا بتاع لو ما يعرفش حاجة في الحاجات دي ولا على دراية باللغة اليونانية ولا غيره، فقال له هوريك يعني ايه، يعني اعرض عليك يعني صيغة كده كويسة. فكتب صيغة يمنية فيها اقرار بالطبعتين اللي هي معروفة بعد كده باسم توماس لون. ايه رأيك في دي بقى انت لو؟ قال له كويسة. قال له خلاص دي بتاعتك انت اللي كاتبها، دي تبعتها وتبقى هي قانون للإيمان للكنيسة كلها. فالمهم يعني ايه، عرضها عليه كم في الوقت ده، وطاخي شدت حيله عليهم، سودوريتوس اتحددت اقامته شوية ما يدخلش انطاكيا، ايريناوس اسقف سور الامبراطور امر بعزله، هيبة اللي مسك بدل رابولا اسقف الرها كان ملخبط الدنيا خالص عنده، فجم ناس يشتكوا، فأطاخي ساعدهم ان هم يوصلوا للامبراطور، وتعمل له محاكمة وكانت هتتصعد، فلقوا نفسهم في واحد اسمه أوسابيوس أسقف دوريليوم معاهم برضو وبيتكلم مع أطاخي، فأطاخي هدده قال له انت كمان هتتحرم لانه كان بيقول بالطبعتين، فبسرعة لازم يخلصوا من مين؟ من أطاخي. فراحوا عملوا مجمع مكاني وحبوا من خلاله يقروا الادعاء الخاص بمصالحة 433. نعرفين أطاخي مش هيقبله. تؤمن بالطبعتين؟ لا، طبيعة واحدة. يعني معنى كده ان بتلغي الناسوت، يعني بتقول المسيح مش مساوي لنا في الجوهر؟ قال لا، ما هو مساوي لأمه، هو ما كانش لاهوتي أطاخي، ما هو مساوي لأمه، قالها بالبلدي كده. قالوا له طالما مساوي لأمه يعني مساوي لينا. قال لهم خلاص. قالوا له طب طالما كده يبقى طبعتين، لأن هم عندهم طالما الطبعت كامل في ناسوته كام يبقى ما فيش اتحاد، وطالما ما فيش اتحاد الطبعتين يفضلوا طبعتين. الاتحاد عندهم مجرد التصاق او التحام كده. قالوا له طالما كده يبقى طبعتين. قال لهم لا، الاباء ما قالوش كده. قالوا له يبقى انت بتقول ايه، طبيعة واحدة، يبقى انك بتقول الناسوت تلاش. هو ما قالش كده، لكن عندهم ادعوا على البابا كيرلس كده، وفي رسالة البابا كيرلس لزاكسنسوس قال بيقولوا عليا كذا وكذا وكذا، ورد من ضمنها كل اتهموا بيه أطاخي، تم اتهام البابا كيرلس بيه قبل كده، وادعوا بعد كده ان البابا كيرلس تراجع عن ذلك في 433 اللي هم بيدعوها على البابا كيرلس.
وزوروا أقواله وكأنه قال بتلاشي الناسوت، وتم الحكم على أطاخي. خلي بالكم انتوا هتقولوا سيدنا بيحال الأطاخي، طب ما كنيستنا بتحرم أطاخي. أنا لسه مخلصتش الموضوع، ما تصطدموش، هنعرف كل حاجة في ايه في وقتها. طبعا كل الفكر اللي بينسب لأطاخي كنيستنا لا تقبله ومحروم بالفعل، بس ازاي هنعرف دلوقتي. بس احنا ماشيين في التسلسل التاريخي زي ما حصل، بما له وما عليه. فلما صدر الحكم على أطاخي بس خلصنا ايه منه، فأطاخي اتظلم، رفعت مظلمة للإمبراطور ان هم زوروا في اقواله. فالامبراطور لما شاف المظلمة دهيت امر بعمل لجنة للتحقيق من الاباء الاساقفة، اتحكم على أطاخي في مجمع القسطنطينية بقيادة فيليبيانوس، وكان بيقود المحاكمة فيليبيانوس أسقف القسطنطينية اللي هو ميال للفكر النصوري، ومعاه أوسابيوس أسقف دوريليوم اللي هو كان أطاخي هدده أنه ممكن يتحاكم. كان المؤامرة مدبرة من أوسابيوس بالاتفاق مع فيليبيانوس. فيليبيانوس كان خايف، ففضلوا ايه يزقوه لغاية ما وقع في الفخ ده. المهم الامبراطور عمل لجنة من الأسقفة للفحص، فثبت بالفعل ان حدث تزوير في أقوال أطاخي وفي محاكمته. أولوه كلام، شالوا حاجات وأضافوا حاجات ما حصلتش، بحيث يطلعوه في الآخر هرطوقي. فأمر الإمبراطور بعقد مجمع مسكوني في أفسس سنة 449، وخلى الرئاسة لأول مرة إن رئاسة المجمع تبقى رئاسة ثلاثية. في مجمع أفسس كان مين رئيس المجمع؟ أفسس 431 كان مين رئيس المجمع؟ البابا كيرلس. مجمع القسطنطينية 381 كان مين رئيس المجمع؟ بابا تيموساوس. فهنا الامبراطور امر بعقد مجمع وخلى الرئاسة ثلاثية. مين رؤساء المجمع بقى؟ اول حاجة البابا ديوسكوروس بابا الاسكندرية البطريرك 25، الامبراطور ثيودوسيوس الصغير كان رئيس المجمع، البابا ديوسكوروس البطريرك 25، يوبيناليوس أسقف أورشليم، تلاسيوس أسقف قيصرية الكابادوك. يبقى البابا ديوسكوروس، يوبيناليوس، تلاسيوس. المجمع انعقد، راح البابا ديوسكوروس وكان معاه مين بقى؟ القديس تيموساوس اللي هو جه بطرك بعده البطريرك 26، البابا تيموساوس الثاني كان حاضر مع البابا ديوسكوروس في مجمع أفسس 449. طبعا
المؤامرات دي كلها كان البابا ديوسكوروس على دراية بيها. كان مين أبطال المؤامرات دهيت؟ أول واحد مين؟ سؤدوريتوس. ومين تاني؟ مين اللي أسمائهم جت كمتهمين؟ و هيبة، فيليبيانوس، ديمنوس اللي هو يعني كان بتاع أنطاكيا اللي هو كان مع سؤدوريتوس، أوسابيوس أوس أوف دوريليوم اللي هو يعني إيه عمال بتاع مؤامرات. فالمهم جابوا أعمال مجمع القسطنطينية وبيحققوا، وجابوا التحقيقات اللي اللجنة اللي شكلها الإمبراطور خلصت إليها، وأثبتوا إن فعلا في تزوير حدث. وجابوا أطاخي قدم اعتراف إيمان أرثوذكسي مكتوب وقالوا بالفم كمان، إنه بيؤمن السيد المسيح هو الإله المتجسد كامل في لاهوتي وكامل في ناسوتي، له طبيعة واحدة من طبيعتين. طيب حد عنده اعتراض على الإيمان ده في المجمع؟ قالوا ده إيمان أرثوذكسي. جه بقى للي حكموا عليه، امال انتوا حكمتوا ليه؟ قال عشان ما بيقولش طبيعتين. انتوا بتقولوا طبيعتين؟ اه. قال ده النصاطرة كتير بقى، ده مش نصطور لوحده. فكل اللي كان ايمانهم منحرف اتحكم عليهم، وخصوصا كان في ثلاثة اللي هو سؤدوريتوس أوس أوف كورش وفيليبيانوس وأوسابيوس أوس أوف دوريليوم. والحكم كان بالمجمع كله، وآخر واحد كان بيوقع مين؟ البابا ديوسكوروس. وكان في رؤساء للمجمع تانيين اللي هو يوبيناليوس وتلاسيوس. طبعا لانه مجمع مسكوني فكان كل العالم أسقفة العالم بيجوا، فعادة أسقف روما ما كانش يحضر، ما لهمش في الحاجات دي، فكان يبعت مندوبين. فبعت مندوبين عنه ومعاهم ايه؟ كانوا جايبين معاهم ايه؟ الطومس اللي مين كان كتبه؟ سؤدوريتوس. ولجل حظ لاون ان الطومس ما تقراش، ما تعرفش هل بقيت الأسقف كانوا عارفين ومحبوش يقروه؟ كان ساعتها البابا ديوسكوروس اكتر من مرة فعمل المجمع يقول لي تقرأ رسالة أخينا لاون. يوم يوبيناليوس والكاتب السكرتارية الكاتبة بتوع المجمع يقولوا بس لسه عندنا مراسيم ملكية هتتقري. قالها مرتين وبعد كده ضاعت في الزحمة ما تقريتش. وكان من حسن حظ مين؟ لو لأنها كلها لا تتفق مع الإيمان. المهم اتحكم على دول بصفة خاصة، من ضمن اللي اتحكم عليهم سؤدوريتوس ويوسابيوس وفليبيانوس. سؤدوريتوس خد بعضه وعدل على فين؟ على روما، راح للاون. عجبك كده؟ شفت اللي عملوه فينا؟
ديسكورس حكم علينا. لاون فاكرين لما جم يطلبوا من البابا كيرلس يحالل اللي أسقف حكم عليهم في مجمع مكاني، البابا كيرلس قال ايه؟ قال ما ينفعش، لازم الحرم هو اللي ايه، وده كان مجمع مكاني، يعني المجمع المكاني من الحق مجمع مسكوني يستأنف. امتى ممكن يترفع حرم يعني حد عمله رتبة كبيرة؟ مجمع، المجمع هو اللي ممكن ايه يغير الحكم. لكن هنا مين اللي حكم على سؤدوريتوس؟ مجمع افسس المسكوني سنة 449. سؤدوريتوس راح للاون، فلاون تجاسر ورفع الحرم عنه وادخله في الشركة معاه، عشان كده بيصير نفسه محروم بصورة تلقائية. مين حصله؟ أوسابيوس أوسوف دوريليوم. الكنيسة استراحت شوية، قادة الشر أصبحوا مقيدين، بقى فيه هدنة كده، الناس شمت نفسها من التعب اللي كانوا شايفينه. لو ما سكتش رسائل للإمبراطور بصورة فيها عنجهية، فالإمبراطور ما ردش عليه، فبدأ يتضع شوية ويكتب رسائل بلهجة أخرى، فرد قال له كل ما تم تم بطريقة قانونية سليمة ما فيش ظلم لحد. فرح للأسرة المالكة في الغرب يعيط لهم ويتوسل إليهم، وخصوصا انه كانوا قرايب، يعني امبراطور الغرب كان واخد بنت سيودوسيوس، يعني الامبراطور سيودوسيوس حماه، فراح لبنته وجوزها، فبعدوا يبعتوا له كأب ليهم، يعني في ناس اتظلمت عندك ولاون بيبكي عشانهم وكده. قال لهم لا، ده الكلام ده مش مظبوط، كل حاجة تمت بإشرافنا وتمت بحق وبعدل، مفيش حد اتظلم ولا حد اتعامل بقسوة ولا أي شيء من هذا القبيل. فلما باءت كل محاولات لاون بالفشل، بدأ يتبع أسلوب عالمي إن يستقطب المعارضين السياسيين لسيودوسيوس الامبراطور يقومهم عليه. من ضمنهم كانت اخته بلخاريا، كان بسبب سلوك معين اتحكم عليها ومقيمه في احد اديره الراهبات، فقعد يبعت لها رسائل ويحاولوا يستقطبوها وبعض المناوئين للامبراطور سيودوسيوس، فطبعا مفيش استجابة خالص. جه سنة 450، تنيح الامبراطور سيودوسيوس ولم يكن له ابن ولد يعني لكي يرثه، فراحت أخته بوليخاريا اللي ما كانتش على وفاق معاه، خرجت من الدير وتزوجت قائد الجيوش اسمه مرقيان، ونصبته إمبراطور بصورة مخالفة للشرع دينيا ومدنيا، وخصوصا ان كان في اتفاق عشان يضمنوا سلامة الحكم ان امبراطور الشرق ينصبه امبراطور الغرب
وإمبراطور الغرب ينصبوا إمبراطور الشرق عشان يضمنوا إن ما حدش يغتصب الإيه الحكم، لأن هم كانوا عيلة واحدة. وأصبح كل همها إرضاء لاون عشان يشجع أن بتاع الغرب يعترفوا بيهم، يعترفوا إيه بيهم يعني. أنا طبعا بكروتكم بقول باختصار، ف حاول يطلب، كلمة حاول دي يعني مش هقول لكم حاول ازاي، يعني في تفاصيل 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 كتيرة يعني. حاول يطلب عقد مجمع في إيطاليا من مارقيان. لون بيطلب من مين؟ من مارقيان. فمرقيان وبلخاريا قبلوا بعقد مجمع لكن في الشرق، قالوا احنا شوية يعني يبقى في ايطاليا اللي نعمل مجمع هنا وفرصة يعني اقرار لوجودهم يعني. طبعا لو نتغاز لان كان عايز يبقى عنده المجمع يبقى الزعامة ليه هناك. فالمهم المجمع اللي في الشرق بس اشترطوا عليهم، عمل اتفاقية مع بلخاريا ان لازم يضمن نتيجة المجمع ان يتم ارجاع كل اللي حكم عليهم مجمع افسس بقيادة البابا ديسكورس، ان الكل يقر توماس لون كأساس أو دستور للإيمان، واتفقوا على كده وبدأوا ينفذوا كده من قبل المجمع ما ينعقد. هو قبل في الشركة سؤدوريتوس وأوسابيوس، والخارية راحت جابت، كان فيليبيانوس كان مات فجابت رفاته بإكرام ودخلته الكنيسة وبدأ يذكر في القداسات. ده كله من قبل ما يبقى فيه قرار ايه مجمع. وبدأت تحاول يجيبوا الأسقفة على انفراد ويوقعوا على الطومس من قبل انعقاد المجمع بحيث النتيجة تبقى محسومة من قبل الايه المجمع. وبدأوا يجهزوا لعودة نسطور، لأن نفس الفكر اشمعنى نسطور بقى اللي هيبقى اتحكم عليه. فبعتوا يجيبوه، كان فين ساعتها؟ فين؟ في مصر، في أخميم عند بشنودة. فبعتوا يجيبوا نسطور، وبالتبعية الدعوة راحت للبابا ديسكورس. فتعجب البابا ديسكورس، المجمع ينعقد ليه؟ الإيمان في غاية الكمال وما فيش مشكلة. المهم راح نسطور رايح بزهو كده، وهو في الطريق غلط في السبت العذراء، وقع من على الدبة بتاعته، لسانه دود ومات وما قدرش يوصل للإيه حصل معاه زي ما حصل مع أريوس لو تفتكر. راح البابا ديسكورس أول لما وصل لمنطقة آسيا وديري بالطومس والنيلاون قبل المحرومين، فأصبح لون في حكم الايه المحروم، فأصدر الأمر بحرمه لأنه قابل المحرومين.
كل الأسقفة كانوا وقعوا واحد ورا التاني. باقي مين؟ البابا ديوسكورس. فالكل مرعوب منه بقى، ده اللي وصل الكل ايه؟ مرعوب منه، ما عرفوا يقدروا على كل حد الباقيين. فعملوا خطة، قالوا ناخده باللين الأول. فالإمبراطور عمل دعوة لبعض الأساقفة، منهم من المحرومين، وقف بعض الناس المنافقين يمتدحوا في الملك. فالبابا ديوسكوروس قال احنا برضو بندعي له وبنحب، يعني ما اعترضش على الملك، لان فيه بيتهموه ان هو مرضيش يقر بملكه. يعني اختصارا للوقت، طلب منه يوقع على توماس لوين، فرفض البابا ديوسكوروس وقال له فيها ما يخالف الإيمان، ربنا اداك الحكم والسلطان احكم فيه، لكن أمور الدين والأمور اللاهوتية دي من اختصاص الايه؟ الكليروس. مين اتغاظت من رده؟ بلغاريا. قالت له خلي بالك، كم كم خلاص مش هنمثل، يعني نقول عادي كده عشان تصحصحوا شوية. قالت له كان في واحد أيام أمي دماغه ناشفة زيك كده، وانت عارف اللي جراله. كانت تقصد مين؟ القديس يوحنا ذهبي الفم، أما كانت أمها خدت موقف ضده. وانت عارف اللي جراله. فرد عليها البابا ديوسكوروس بس بهدوء بقى، مش بشعننة زيها كده، قال لها ما انت عارفة برضو اللي جرى لأمك لما عملت كده، وازاي لم تهدأ إلا بعد ما راحت استسمحته. فطبعا اتغاظت، وراح الجنود اتضايقوا ازاي يرد على الملكة كده، فراحوا لطموه بعنف لدرجة فيه سنان من سنانه اتكسرت، وشدوا شعر لحيته. فخرج طبعا، خد الحاجات دهيته وبعتها لولاده في اسكندرية. وعرفوا انه يعني مفيش بد من المواجهة معاه، ورسموا خطة ان ما يدخلوش معاه في مناقشة تخص الايمان، لان ردود ابائنا في الايمان قوية بحجج، مش بسهولة حد يرد عليه. فاتفقوا يتعاملوا معاه من خلال الإجراءات. الإجراءات عارفين الإجراءات؟ يعني مش في صلب الموضوع، في الإجراءات بتاعت المحاكمات يعني. فتحدد ميعاد المجمع، فراحوا خلوه في مكان بعيد عن العاصمة في خلق دنيا. ليه ما خلوهوش في القسطنطينية والأفسس؟ لان كان له شعبيه كبيره قوي في هذه المناطق، رغم انها مش ابرشيته، لكن ابائنا كان لهم صيت فخافوا من رد الفعل. وانعقد المجمع بحجه اطاخي، انه اعطى الحل لايه؟
لأطاخي، وإنه حرم اللي حرم أطاخي. انعقد المجمع وجي البابا ديوسكوروس يدخل، كانوا مندوبين لاون موجودين. أول حاجة قالوا ده ما يقعدش هنا جنبينا، ده يجلس في يقف في موضع الاتهام. طبعا ضج المجمع، حتى القضاة المدنيين رغم ان هم كانوا موالين ليهم ورئيسهم صديق لسيودوريتوس كان عامل علاقة معاه، ودي كانت خطتهم ان يعملوا علاقة مع الارستقراطيين وبعض الاسقف اللي ليهم ميول عشان يبقى لهم ثقل وقوة. فقالوا لهم يعني المجمع هو اللي يحكم بكده، انتوا كده بتحكموا من قبل الـ يعني الـ المجمع لم يحكم بانه متهم. قالوا له لا، معانا اوامر من لون انه لا يجلس كقاضي. قامت ضجة، فالبابا ديوسكوروس قابل انه ايه يجاوب على الاتهامات. نعم، ايه الاتهامات؟ ازاي تتجاسر وتعقد مجمع مسكوني بدون اذن اسقف روما؟ ما كانش ساعتها يقولوا بابا روما، ما كانش حد له لقب بابا غير بابا الاسكندرية بس، وشعب الاسكندرية هو او مصر اللي ادال البابا. كان ايام البابا يوروكلاس وكان بطبيعته حنين قوي قوي وروحه ابوية عالية، فالناس بدأوا يقولوا له بابا، فصار من ذلك الوقت لقب بطرك الاسكندرية يقولوا له بابا الاسكندرية. يعني كان تسمية محلية الشعب هو اللي ادهاله بسبب يعني صفاته ووضعه. فقالوا له ازاي تعقد مجمع مسكوني بدون اذن اسقف روما؟ قال لهم من امتى المجامع بتنعقد باذن اسقف روما؟ مجمع نيقيا انعقد بدعوة من الامبراطور قسطنطين، مجمع القسطنطينية انعقد بدعوة من الامبراطور سيودوسيوس الكبير، مجمع افسس الاول 431 وافسس 449 بدعوة من الامبراطور سيودوسيوس الصغير. واسقف روما كان له مندوبين في المجمع، وبعدين مش انا اللي عقدته، ده كان بدعوة ومش انا اللي رئيس المجمع لوحدي، اشمعنى بتقولوا لي انا؟ باختصار برضو مش هطول عليكم، سقطت الايه، سقط الاتهام ده. من ضمن التهم ازاي تدي الحل لأطاخي؟ طب هو اذا كان المجمع معمول عشان أطاخي، أطاخي ما حضرش، ما خلوش يحضر، نفوه، مع ان في مجمع مسكوني كان براه، لكن نفوه باذن مين، بامر مين، وما حضرش ليه؟ عشان يجاوب عن نفسه حتى لو هيوجهه له اتهام. أطاخي ما حضرش. قالوا له، قال لهم عشان قدم اعتراف ايمان سليم. قالوا له لا، ده بيقول غير كده، ده كذاب. قال لهم الكتاب بيقول من كلامك تتبرر ومن كلامك تدان. هو قدم اعتراف ايمان سليم،
ومش انا بس اللي حللته، المجمع كله ايه احله. او لا هو قال غير كده، قال لهم ده لو كان يقول غير كده مش احنا لا نجامل احد، ده ما يستحقش الحرم بس والحرق ايضا. لكن هو ما قالش، قدم اعتراف ايمان سليم. وبعدين يعني ما هو مش انا اللي عملته لوحدي، ده كل دول ما بتسألوش اللي معايا ليه. ففي بعض احد الاسقف اللي هو كان تبعهم قال اتغصب علينا. اتغصب ايه علينا يعني؟ فهو قال كده، رد الاسقف المصريين قالوا له نعم، جندي المسيح لا يخاف الموت، أوقدوا النيران لنريكم كيف يكون الاستشهاد. فاللي قالوا كده قالوا أخطأنا ونطلب الغفران، أخطأنا ونطلب الإيه؟ الغفران. جه أوسابيوس أوسوف دريليم وسؤودوريتوس دخلوا وبقوا من أعضاء المجمع وهم محرومين. عشان كده كنيستنا يعني تقر وتؤمن أن مجمع خلق دنيا مجمع غير شرعي، لأنه مجمع الهراطقة. الهراطقة جلسوا قضاة، فهو مجمع غير معترف به. سودوريتوس وأوسابيوس وكل المجموعة المحرومة دي كانوا فيه أعضاء، موجه اتهام وقضاء أيضا ومفسرين وشارحين للإيمان بتاعه. طيب انت حكمت على فليبيانوس وظلمت أوسابيوس والمجموعة دي ليه؟ قال لهم أولا مش لوحدي، ولأنهم قالوا بطبيعتهم في السيد المسيح، هم عمالين يتجنبوا أن يدخلوا معاه في مين؟ في مناقشات لاهوتية. من هنا بدأ هيدخلوا طبيعة ولا طبيعتين؟ طب لو ان بيقول ايه؟ لو ان قال في الطمس بتاعه طبيعتين وانت بتقول طبيعة واحدة، ازاي الكلام ده يبقى مش مظبوط؟ قال لهم انا معايا كتابات ابائي، معايا كتابات اثناسيوس وكيرولوس وغريغوريوس، احرموني وابائي معي. الشوشرة كتيرة وجايبين ناس كتير شبامسة مدخلينهم يهيصوا، يعني غوغائية لدرجة البابا ديسكورس قال قول كده، قال إني مضطر أن أكون جسورا لأن الأمر يتعلق بخلاص نفسي. عشان كده ولاد البابا ديسكورس ده من الأبطال، وحده قدام الكل، اجتمع قدامه الأشرار كلهم سواء على المستوى الكنسي والمستوى المدني، حتى الأتقياء المؤمنين الأرثوذكس في منهم جبن وخاف وتراجع عن إيمانه، لكن هو لم يتزحزح وقال إني مضطر أن أكون جسورا لأن الأمر يتعلق بخلاص نفسي. بدأوا هيدخلوا في مواجهة لاهوتية. كيرولوس قال إيه؟ ولو إن بيقول إيه؟ فاضطر يقولوا ترفع الجلسة وتعقد بعد 5 أيام وتعطى فرصة
لمقارنة توماس لاوين في ضوء البنود الاثناشر للقديس كيرلس. وقبل أن تنقضي الخمسة أيام وفي غيبة من وجود كثير من الأساقفة والقضاة المدنيين، دعوا القديس ديسكوروس عشان يخلصوا منه في محاكمة محدودة. فاليوم اللي بعتوله فيه كانوا حاطين حراس حوالين السكن بتاعه، الحراس منعين يخرج. فقال لهم اخرج ازاي والحراس اللي موجودين دول؟ امروهم. قالوا له مش مشكلتنا، احنا مشكله، احنا مهمتنا ان نستدعيك مش ان احنا نؤمر الحراس. فما قدرش يروح. بعد كده الدعوه الثانيه محبي وصلوا له، قال لي خلوا له خلي بالك كتير من الأسقفة الأرثوذكس مش موجودين، لأن الكل خد خبر إن الجلسة هتكون بعد كام يوم، خمسة، ولا القضاة المدنيين اللي هم بيشرفوا على تطبيق النظام موجودين. فراحوا قالوا له، قال لهم أروح في وجود الأسقفة وفي وجود القضاة. المهم حكموا عليه حكم باطل، غيابي وباطل، لأن المحرومين هم اللي حكموا عليه في مجمع غير شرعي، ولم يستطيعوا أن يحكموا عليه كهرطوقي، ولكن كان في صياغة الحكم لأنه دعي ولم يحضر. وقف أناطوليوس اللي هو أسقف القسطنطينية وقال لم يحكم على ديسكوروس كهرطوقي، يعني لم يجرؤوا في عز سلطانهم، يعني قوتهم وسلطان الظلم، أن ينسبوا إليه الهرطقة. ورغم كده خايفين، فادوا له فرصة أخيرة، بعتوا له الحكم ومعاه توماس وتعليم مجمع خلقدونيا. قالوا له لو وقعت يرفع الايه الحكم. فقال لهم طب هاتوا. الاول قال لهم ولو قطعت يدي وسال الدم منها على القرطاس ما وقعت. الكلمه ده قالها يمكن برضو في قصر الامبراطور لما تعرض عليها توماس لاوين يتعرض. فراح مسك الورقه وكتب حرم لكل من يؤمن بيها. هو اللي ايه اللي حرمهم. وفي هذا المجمع تقرر الآتي: اولا قابلوس أودوريتوس اللي سب وعاب في البابا كيرلس، حتى لما دخل أسقف المصريين قالوا له ده عدو الله، عدو البابا كيرلس، كده اخرجتم كيرلس من بيننا بدخول المجمع، وادوا الحل الهيبة اللي اساء للبابا كيرلس. ايضا الموضوع مش موضوع البابا ديسكوروس. واقروا ما قاله نسطور ولكن بتعبيرات جديدة صاغها سؤدوريتوس أسقف قورش، بأن للسيد المسيح أقنوم واحد في طبيعتين وفعلين ومشيئتين. وقف سؤدوريتوس وشرح
قال نقصد بالأقنوم البروسوبون الواحد. وهنا عايزكم تصحصحوا شوية، اللي نايم يصحصح، هندخل في حتة لاهوتية ما هيش حدوتة تاريخية. نسطور كان بيقول ايه؟ احنا قربنا نخلص. نسطور كان بيقول ايه؟ حد فاكر تعليم نسطور الخاص بالسيد المسيح ايه؟ اللي فاكر يرفع ايده. طب قول يا ابني انت. وايه بس كده؟ ايه تاني يعني؟ لا كلامه على بعضه ايه؟ عارفة ولا هتقترحي؟ طب قولي. طب اقعدي، انا بسأل فيما يخص السيد المسيح. طب قولي يا ابني. نصور قال ايه؟ لا هات لي بدون شرح، هات لي قول كده على طول. قولي يا بنتي. طيب لكن التركيبه كلها مش فاكرينها؟ مش قلنا نسطور كان بيقول بروسوبون واحد طبيعتين وأقنومين وبروسوبون واحد، وبروسوبون اللي هو القناع والشكل الخارجي، لكنه طبيعتين وأقنومين مش كده؟ يبقى نسطور بيقول بروسوبون طبيعتين أقنومين في خلق دنيا. قالوا ايه؟ قالوا اقنوم بمعنى بروسوبن، وطبيعتين وفعلين ومشيئتين. فلو مسكنا حاجة حاجة كده، نصور قال بروسوبن، خلق دنيا قالوا اقنوم وفسروا سؤدوريتوس انه يقصدوا بيه البروسوبن، يعني معنى كده ممكن نقول بروسوبن وبروسوبن، صح؟ نسطور قال طبيعتين وخلق دنيا قالوا ايه؟ طبيعتين. يبقى لغايه دلوقتي زي بعض تماما، صح؟ نسطور قال اقنومين فخلق دنيا قالوا فعلين ومشيئتين. طب الفعل والمشيئه دي من الاختصاص الطبيعي او من الخواص الطبيعيه ولا الاقنوميه؟ نعم؟ لا اللي عارف يرفع ايده ويقول، ما احبش الكلام اللي في الهيصة كده. اللهم للهيصة اللي كانت بتتقال دي راحت فين؟ قول يا ابني. الأقنومية، لأن الفعل والمشيئة قلنا الأقنومية اللي بتدي الفردية اللي بنميز بيها واحد عن التاني، ممكن بنميزه من أفعاله من سلوكه من إرادته، دي من الحاجات اللي بتتميز بيها. فلما أقول فعلين ومشيئتين تعني إن له إيه؟ أقنومين. يبقى نمسك تاني، بروسوبن بروسوبن، طبيعتين طبيعتين، أقنومين فعلين ومشيئتين يعني أقنومين برضو. يبقى في فرق بين نسطور وخلق دنيا، فرق لفظي لكن المضمون واحد. طبعا كان النتائج المجمع ده سيئة جدا، وكانت يعني وبال على العالم وعلى الكنيسة كلها، وحصل انشقاق في الكنيسة بسبب هذا المجمع الشؤم الشرير
استشهد ناس كتير قوي 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 في كل مكان في العالم، لأن الأرثوذكس ما كانوش في مصر بس، كانوا في كل أنحاء العالم، في القسطنطينية وفي سوريا وفي كل مكان في أرثوذكس كتير. وبقى في اتهام موجه دايما لخلق دنيا انه تعليم نسطوري، حبوا يخففوا او يداروا على الحاجات دهيت شوية، فبدأ يبقى في تلاعب بالمصطلحات وتأويل لكلام البابا كيرلس. عشان كده جه القديس ساويرس بعد كده وبدأ يسلمنا تعليم القديس كيرلس، وأصبح الخلاف بيننا وبين الخلق الدين يتلخص في نقط محددة اعرفوها، مش شرط أشرحها لكم لأن مش هتكونوا مهيئين للشرح دلوقتي، شكلكم كده مش مشجع. في فرق بيننا وبينهم في مفهوم الاتحاد الطبيعي، في مفهوم الاتحاد الأقنومي، في شرح التعبير القديس كيرلس قاله طبيعة واحدة لله الكلمة المتجسد، أو طبيعة واحدة لله الكلمة متجسدة، يفسروها ازاي غيرنا. في خلاف آخر حوالين مصالحة 433، هل المصالحة دي هي الإقرار بقرارات مجمع أفسس، ولا كان في صيغة للمصالحة أقر فيها القديس كيرلس بالطبيعتين؟ لأن ممكن تسمعوا كتير كلامهم مصالحة 433 وينسبوها للبابا كيرلس وكأن هي البابا كيرلس، ولغوا ما يتكلموش على البنود الاتناشر ولا أي حاجة، أو لو قابلوها يفسروها بطريقة تاني في ضوء المصالحة التي يدعونها. التفاصيل اللي قلتها لكم النقط دهيت دي اللي عايز يفهمها بقى في الكورسات بتاعت الكريستولوجي اللي هنبدأها قريب وهنستأنفها قريب، هندخل في الكورس الرابع. بس اللي عايز يدخل فيها لابد ان يدرس الكورسات الاولى الاول، طبعا مش كتير منكم يقدروا يدخلوا فيها، لكن اللي ربنا يديله نعمة ويقدر فلازم يدرسها اونلاين دلوقتي بسرعة عشان لما ندخل في الكورس الرابع يقدر يكمل معانا. معاكم هكتفي بكده.